لقاء الرئيس التونسي السيد منصف المرزوقي برئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، تناول بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما ركز أيضا على ضرورة تفعيل آليات الاتحاد المغاربي. الحقيقة هي أن شعوبنا شعوب واحدة، وكما هي شعوب واحدة يجب أن تكون واحدة في الواقع كما هي واحدة في الحقيقة. يعني السيد الرئيس متفق تماما على أن لا تبقى هنالك تقريبا أي حواجز بين هذه الشعوب في مختلف المجالات كما هي الدول والشعوب المتقدمة والتي ليس بينها حتى عناصر الوحدة الموجودة بيننا. الاتفاقيات إن شاء الله يقع تفعيلها، وأنتم تعلمون أن سيجتمع وزراء خارجية الدول المغاربية لأول مرة منذ السنوات يوم 18 فبراير القادم، وسنرى وأن العجلة بدأت تدور وفيما بعد ستدور بسرعة. ومن جانبه استعرض رئيس مجلس النواب في لقائه مع الرئيس التونسي أهمية دور التعاون في المجال التشريعي. يجب يعني استعمال أو استثمار هذه الفرصة وكل يعني الحماس الجديد حول دفع الأمام بالمغرب العربي لتأسيس علاقة متجددة على مستوى البرلمانات ما بين مجلس النواب والمجلس التأسيسي الوطني التونسي، وكذلك إعطاء بعد مغاربي يذهب أبعد مما هو الشأن اليوم فيما يتعلق بمجلس الشورى المغربي. لقاء مماثل جمع رئيس الجمهورية التونسية برئيس مجلس المستشارين، أكد على ضرورة إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين البلدين. نحن نعتبر أن اللقاء بين جلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس يعطي دفعة جديدة للعلاقات أولا بين البلدين، وكذلك في إحياء دينامية جديدة لتحقيق حلم كنا جميعا ننتظره طويلا، هو إن شاء الله إحياء المغرب العربي بدول الخمس. وفي كلمة له لدى استقباله عددا من الشخصيات والهيئات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، أكد الرئيس التونسي
على أنه آن الأوان لوضع لبنات أساسية لاتحاد مغربي حقيقي. دفعنا ما يكفي من تكلفة اللا مغرب، لأن اللا مغرب كلفنا على الأقل 2% من يعني من الدخل القومي الخام، كلفنا سنوات من التخلف، كلفنا سنوات من العجز، كلفنا سنوات من قدرة عدم التنافس، كلفنا سنوات من الفقر. الآن يكفي من دفع هذا الثمن، يجب أن ندفع أن نتمتع الآن بثمن المغرب وليس بثمن اللا مغرب. الآن واضح أنه ابتداء من 2011 وانطلاقا من تونس، يعني تغييرات هائلة على صعيد الأمة وعلى صعيد المغرب العربي وعلى صعيد كل بلد، انه الان يعني هناك رسالة واضحة جاءت من داخل الشعوب، نريد الاصلاح ونريد الاتحاد. الرئيس التونسي كان له أيضا لقاء بجمعية قدماء الطلبة المغاربة الذين تابعوا دراستهم بتونس قبل أن يلتقي بالجالية التونسية المقيمة بالمغرب، لقاء تناول خلاله التطورات السياسية والاقتصادية التي تعرفها الجمهورية التونسية بعد الثورة. والتعاون